عرقاب أبدى استعداد الجزائر لبناء شراكة استراتيجية قوية تتجاوز التبادلات التجارية مع ألمانيا بالتركيز على الاستثمارات المشتركة في مجال الانتقال الطاقوي وتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر. تعتبر الجزائر شريكا مميزا لألمانيا في تطوير تكنولوجيات الطاقة المستدامة بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، ولهذا نطمح إلى إقامة شراكة استثنائية مع ألمانيا في مجال الطاقة. وهذه المناسبة ومن على هذا المنبر أؤكد التزامنا بتعزيز هذا التعاون وترقيته، ونطمح من خلاله إلى بناء شراكة استراتيجية وقوية تتجاوز التبادلات التجارية، وفوائدها ستكون بلا شك مفيدة لكلا الطرفين.